الشاشة واضحة بالنسبة لكم كده؟ اه دكتور تمام. الشاشة واضحة كده. فهناخد ان شاء الله النهارده الريسبيراتوري تراكت انفكشن، هنبدا بالبكتيريال ديزيزز اوف ذا ابر ريسبيراتوري سيستم. هنشوف الجدول ده اللي قدامنا بيبين لنا التايب اوف انفكشن والموست كومن كوزال ايجنت، وهنبدا نشرح كل ديزيز بالتفصيل باذن الله. اول ديزيز اللي هو الستريبتوكوكال فارينجايتس او تونسيلايتس، ودي كوزد باي الستريبتوكوكاس بايوجينس. واهم حاجه في اي ديزيز تعرفوه لازم تعرفوا الموست كومن كوزاتيف ايجنت ايه. الديزيز التاني اللي هو السكارلت فيفر، وده كوزد باي برضو باي ستريبتوكوكاس بايوجينس ويتش بروديوس اريثروجينيك توكسين. هنشوف دلوقتي ان الستريبتوكوكاس بايوجينس عباره عن سترينز، عدد من السترينز كتير تقريبا 80 سيرو تايب، وفي سيرو تايبس بتفرز توكسين وفي سيرو تايبس ما بتفرزش توكسين. السترينز اللي بتفرز اريثروجينيك توكسين هي اللي مسؤوله عن السكارلت فيفر. الديزيز اللي بعد كده اللي هو الابيجلوتايتس، وده كوزد ذا موست كومن كوز اوف ابيجلوتايتس از هيموفيلس انفلونزا تايب بي اورجانيزم. في اورجانيزم تانية زي الستريبتوكوكاس نيموني، ستريبتوكوكاس بايوجينس اند ستاف اويلز. الابيجلوتايتس دي بتبقى مانيفيستد بالسور ثروت، وبيبقى فيه اودينوفيجيا يعني بين اون سوالوينج، وفي difficult in swallowing. طبعا لو في حالات بتبقى في severe infection بيحصل airway obstruction. الانفكشن اللي بيحصل بعد كده في ال upper respiratory tract اللي هو laryngitis inflammation of the larynx. ال laryngitis بتبقى manifested by dry cough و hoarseness of voice and inability to speak. الـ most common cause of laryngitis اللي هي respiratory viruses. less common اللي هي البكتيريا، والبكتيريا دي غالبا بتبقى super after respiratory virus infection. البكتيريا اللي كان cause laryngitis اللي هي streptococcus pyogenes catarrhalis and haemophilus influenza. الجزء اللي بعد كده اللي ممكن يعمل infection في upper respiratory tract اللي هي الدفتيريا caused by organism اللي بنسميه كورايني بكتيريا الدفتيريا. هنبدأ بقى نشرح كل infection منفصلة عن بعضها وبالتفصيل. أول disease اللي احنا قلناها اللي هي acute pharyngitis and pharyngeal tonsillitis and scarlet fever. الديزيزز دي او الانفكشن دي كوزد باي ستريبتوكوكاس بايوجينس انفكشن. يبقى الستريبتوكوكاس بايوجينس بتعمل لنا اكيوت، لو هي بتعمل انفكشن للابر ريسبيراتوري تراكت فبتعمل اكيوت فارنجايتس، بتعمل فارينجو تونسيلايتس اند سكارلت فيفر. هنشوف بالنسبه للاكيوت فارنجايتس اند فارينجو تونسيلايتس ايه الديفينيشن بتاعتها. الديفينيشن اوف acute pharyngitis and pharyngeal tonsillitis is inflammation of the mucous membrane of the throat and the tonsil. الكوزيتيف اورجانيزم زي ما قلنا الستريبتوكوكاس بايوجين. لازم نعرف الجنرال كاركتر اوف ذا اورجانيزم كوزينج ذا ديزيز، والجنرال كاركتر ده احنا خدناه طبعا في الاف اتش، فبنرجع نراجعه تاني بالنسبه لكل اورجانيزم منفصل. اعرف الجنرال كاركتر اوف ستريبتوكوكاس بايوجينس او اهم كاركتر ليها، المورفولوجي بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان تشينز. الحاجه الهامه جدا ات از اكاتاليز نيجاتيف اورجانيزم. الكاتاليز نيجاتيف ده زي ما خدناه قبل كده في الجنرال كاركتر، دو ديفرنشيت الستريبتوكوكاس بايوجينس فروم ستاف اوريس. الستاف اوريس از كاتاليز بوزيتيف، بينما الستريبتوكوكاس بايوجينس از كاتاليز نيجاتيف. المود اوف ترانسميشن اوف acute pharyngitis و pharyngeal tonsillitis باي droplet infection. و سورس اوف انفكشن بيبقى كيس اور اكاونت. شايفين صورة واضحة كده هنا
الصورة واضحة جدا. الستريبتوكوكا زي ما قلنا جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان تشيز. الكلينيكال مانيفستيشن اوف تونسيلايتس وفرينج تونسيلايتس عبارة عن ايه؟ العيان بيبقى بيشتكي من فيفر، سور ثروت، ديسفيجيا، في مش عارف يبلع كويس، في هوايت بايوجينيك سبوتس زي ما انتم شايفين موجودة على التونسيلر سيرفيس. والهوايت سبوتس دي عبارة عن ايه؟ طبعا عبارة عن الباس سيلز اللي هي الانفلاماتوري رياكشن مع الاورجانيزم، فبيبقى في باس سيلز وفيها الاورجانيزم. بتبقى مانيفيستد برضه بانلارج تندر سيرفايكال لينف نودز. البكتيريا لو هي سبريد للور ريسبيراتوري تراكت كان كوز لارنجايتس اند برونكايتس، يبقى هي بتبدا من فارنجايتس وتونسيلايتس، ولو حصل سبريد اوف انفكشن بيبقى مانيفيستد باي لارنجايتس اند برونكايتس. الديزيز الثاني اللي هي كوزد باي ستريبتوكوكس بايوجينس اللي هي السكارلت فيفر. السكارلت فيفر بالعربي بيسموها الحمى القرمزية، وقرمزي اللون القرمزي بالعربي اللي هو اللون الأحمر. الحمى القرمزية يعني معناها إن اللي بيجيله الإنفكشن ده بيبقى عنده ريش لونه أحمر أو اللون اللي هو القرمزي فسموه سكارلت. طب الأورجانيزم اللي بيعمل السكارلت فيفر قلنا برضه it is a streptococcus biogenes، بس أهم حاجة certain strains which produce erythrogenic toxin. يبقى لو الاورجانيزم دوت فرز erythrogenic toxin الفارنجيتس والفارنجو تونسيلايتس بتتحول الى scarlet fever. المود اوف انفكشن باي دروبلتس برضه زي بالظبط الفارنجيتس والفارنجو تونسيلايتس. السيمبتومز هي بالظبط المانيفستيشن اوف ستريبتوكوكس بايجينس فارنجيتس، لكن معاها الاريثيماتوس راش اللي موجود على السكين اند ميوكس ميمبرين. والسكارلت فيفر بتيجي طبعا موست كومنلي في الاطفال، زي ما انتم شايفين كده الطنج بتاع العيان بيبقى لونه احمر فبيسموه سترو بيري تانج، عامل زي الفراوله بالظبط نتيجة الإريثروجينيك توكسين والراش اللي اتعمل due to this toxin. زي ما انتم شايفين برضو هنا الراش واضح جدا على السكين. أهم حاجة كل أورجانيزم بيعمل الديزيز لازم نعرف فيريلانس فاكتورز بتاعه. بالنسبة للستريبتوكوكس بايوجينس الفيريلانس فاكتورز أكيد إحنا طبعا خدناها قبل كده في السكين انفكشنز، هنعملها تاني. حاجة الكبسول، الستريبتوكوكس بايوجينس بروديوس هايالورونيك كبسول. الهايالورونيك كبسول بتاع الستريبتوكوكس بايوجينس اول حاجة الكبسول زي ما انتم عارفين ان هو انتي فاجوثيتك، تاني حاجة فاسيليتيت ادهيرنس اوف ذا اورجانيزم تو ذا هوست سيلز. السبيسيفيك كاركتر دي الكبسول بتاع الستريبتوكوكس بايوجينس لو انتم فاكرين خدنا في الاف اتش بي ان موست اوف كبسولز of the bacteria is polysaccharide capsule except certain organism. الاكسبشن اللي عندنا او الاورجانيزم اللي احنا بنقول عليه دلوقتي اللي هو الستريبتوكوكس بايوجينس الكبسول بتاعه مكون من هايالورونيك اسيد، والهايالورونيك اسيد ده الكاركتر بتاعته از انون اميونوجينيك. نون اميونوجينيك يعني ايه؟ يعني الاورجانيزم لما بيعمل انفكشن انسايد ذا بودي نوت ستيمولييت ذا اميون ريسبونس. ليه؟ لانه نون اميونوجينيك، ودي طبعا خاصيه تعتبر افيرنس فاكتور لان there is no stimulation of the immune system to attack the organism. الفيرنس فاكتور الثاني الخطير جدا في هذا الاورجانيزم اللي هو الام بروتين. البروتين زي ما انتم شايفين كده الام بروتين ده عباره عن ستراكشر او بروتين بروترود اوتسايد السيل وول اوف ذا اورجانيزم زي ما انتم شايفين في الصوره. الام بروتين ده ليه فيريلانس فاكتورز خطير جدا. اول حاجه ان هو انتي فاجوسيتكس يبقى بيمنع الفاجوسيتوز. حاجه مهمه جدا بالنسبه للام بروتين ان ذير از مور ذان 80 سيرو تايبس اوف ستريبتوكوكس بايوجينس بيزد اون ذا ام بروتين. يبقى الام بروتين الاستراكشر بتاعه مختلف في الستريبتوكوكس بايوجينس عباره عن كام؟ 80 سيرو تايبس.
طيب ايه اهميته كده؟ ان هو مسؤول عن المالتيبل انفكشن او ريبيتد انفكشن كوزد باي ستريبتوكوكس باي. يعني ممكن يجي لي الانفكشن بالستريبتوكوكس بايوجينس 80 مره. ليه؟ لان كل سيروتايب بيعمل ستيمولييت سبيسيفيك انتي بوديز اجينست ذيس سيروتايب. ذيس انتي بودي نوت سبيسيفيك اجينست اذر سيروتايبس. فعشان كده ممكن يجي لي فارنجايتس مثلا في فترة الشتاء دي، مثلا ممكن تجي لي 5 مرات 6 مرات، لأن هم 80 سيروتايبس. الفيريلانس فاكتور برضه الهام جدا، كأم لأن الام بروتين ان هو بيلعب دور في الباثوجينيسيس اوف روماتيك فيفر اند اكيوت جلوميرولونيفريتس. ليه؟ لأن دوت لقوا ان الام بروتين ليه ستراكشر سيميلر تو سيرتن ستراكشر ان ذا هيومن بودي في الهارت سيلز، وهنشرحها ان شاء الله في الروماتيك فيفر بالتفصيل، والجوينتس والنيرفز. فعشان كده السيميلاريتي بين سيرتن كومبوننت في الام بروتين بينه وبين الهيومن سيلز بيخلي ان البودي يعمل انتي بوديز اجينست ذيس ام بروتين اند ان ذا سيم تايم اجينست ذا هيومن سيلز. وفي الحاله دي بيسموها اوتو اميون ديزيز او اميون ميديتد ديزيز. يبقى هنعيد تاني الام بروتين الفيرولنس فاكتور بتاعته، اول حاجه ان هو انتي فاجوسيتك، تاني حاجه مسؤول عن الريبيتد ستريبتوكوكس بايوجينس انفكشن، تالت حاجه بلاي ا رول ان ذا باثوجينيسيس اوف روماتيك فيفر اند اكيوت جلوميرولونيفريتس. في اكسترا سيلر برودكت بقى للستريبتوكوكس بايوجينس بتفرزها زي الستريبتولايسين او بيسموه الهيمولايزين. الستريبتولايسين من اسمه او الهيمولايسين بيعمل لايسز اوف اريثروسايتس الليكوسايتس اند بليتلتس. There is two types of streptolysin اللي هو streptolysin O و O دي معناها oxygen labile. يعني oxygen labile يعني this toxin او this enzyme destroyed in the presence of oxygen. النوع الثاني من الستريبتولايسين بيسموه ستريبتولايسين S. S يعني stable. This enzyme is stable in the presence of oxygen. الستريبتولايسين اللي مسؤول عن stimulation of antibody when this streptococcus biogenes infect a human اللي هو الستريبتولايسين O. يبقى الستريبتولايسين بيتكون في جسم الانسان نتيجه الستريبتوكوكس بايوجينس انفكشن. عندنا تو تايبس، ستريبتولايسين او وستريبتولايسين اس. اللي بيعمل ستيميوليشن اوف انتي بودي برودكشن انسايد ذا بودي از ستريبتولايسين او. يبقى لو انا عايز اعرف في انفكشن العيان ده جاله انفكشن بالستريبتوكوكس بايوجينس، بدور على انتي ستريبتولايسين او او انتي بوديز اجينست الستريبتولايسين. في بقى سبريدنج فاكتورز هامه جدا في الستريبتوكوكس بايوجينس، وشرحنا في السكين انفكشن لو تفتكروا قلنا ان في الستريبتوكوكس بايوجينس انفكشن ليها خاصيه ان ليها الانفكشن بتاعتها بتبقى سبريدنج انفكشن ديو تو برودكشن اوف سبريدنج فاكتورز اللي هي زي الستريبتوكينيز او بيسموها الفري فايبرينول. ده بيعمل لايسز اوف ذا فايبرين ثريدز بيساعد على سبريدنج اوف انفكشن. انزيم تاني اسمه دي اوكسيرايبونيوكليز او دي ان ايز، وده بيعمل دايجيشن اوف ذا دي ان اي انسايد ذا سيلز. فده بيعمل ديستراكشن للسيل وبيعمل سبريدنج اوف انفكشن فروم وان سيل تو انذر. تالت سبريدنج فاكتور اللي هو الهايرونايديز، ده انزيم برضو بيعمل destruction of the hyaluronic acid. والhyaluronic acid ده اللي هو cementing substance في السيل with the leading spread of infection. في برضو enzymes تانية بتفرز بالstreptococcus biogenes ودي تعتبر a virulence factors اللي هو الليكوسايدين، من اسمها بيعمل killing of the leukocytes. في توكسين تاني اللي احنا لسه قايلينه اللي هو الاريثروجينيك توكسين، وده ريسبونسبل فور ذا راش اوف سكارلت فيفر. والاريثروجينيك توكسين الراش ده نتيجه ستيميوليشن اوف ليكوسايتس تو ريليز سايتوكاينز ذات ستيميوليت الفيفر والراش. اند يبقى الاريثروجينيك توكسين دوت مسؤول عن الراش
spreading of rash في السكين and the mucous membrane and responsible for scarring. آخر extracellular product في السلايد دوت اللي هو الكومبلمنت 5A peptidase. C5A peptidase من اسمه بيعمل inactivation of the complement C5A ودوت الكومبلمنت ده يعتبر a chemotactic agent for phagocytic cells. يبقى لما هيعمل destruction of this C5A ده بيعمل معناها ان ايه مش هيحصل chemotaxis. مش هيحصل attraction of phagocytic cells للسايت of infection وده يعتبر برضو virulent factor مهم. الcomplication of streptococcus biogenous infection اللي هي الacute pharyngitis او الpharyngeal tonsillitis او scarlet fever الcomplication بتاعتها اللي هي rheumatic fever اللي احنا قلنا عليها اللي هي post streptococcal infection أو بيسموها immunological disease أو immunological. بالنسبة للابراتوري diagnosis of streptococcus biogenous infection الspecimen اللي هناخدها according to site of infection اللي هو طبعا لو واحد عنده pharyngitis أو tonsillitis هناخد throat swab نعمل جرام stained smear هنلاقي جرام positive cocci arranged in chains زي ما انتم شايفين كده وهنا between the pus cells. الستريبتوكوكس بايوجينيس ليها خاصية هامة جدا it is need enriched medium for growth يعني ما بتطلعش عن يوترنت أجار لازم تتزرع على البلاد أجار على البلاد أجار ليها كاركتر هامة جدا إنها producing beta hemolytic colonies ولو تفتكروا إحنا قلنا إن الستريبتوكوكاي classified according the effect on blood أجار إلى beta hemolytic و alpha hemolytic و non hemolytic فالستريبتوكوكس بايوجينس it is a beta hemolytic organism بتعمل complete hemolysis of red blood cells وزي ما انتم شايفين كده الكولونيز حواليها clear zone حته فاضيه. الكاركتر الهامه جدا للستريبتوكوكس بايوجينس انها كاتاليز نيجاتيف اورجانيزم وقلنا كاتاليز دوت بيفرق لنا بينها وبين الستاف اوريس الستاف اوريس كاتاليز بوزيتيف بينما الستريبتوكوكس بايوجينس كاتاليز نيجاتيف. وده ممكن يجي لي سؤال ام اس كيو يقول لي دو ديفرنشيت الستريبتوكوكس بايوجينس فروم ستاف اوريس باي التست المهم اللي هو الكاتاليز. حاجه ثانيه اللي هو سنسيتيف تو باسيتراسين الباسيتراسين سنسيتيفيتي دي مهمه ليه؟ عشان بتفرق لنا بين الستريبتوكوكس بايوجينس والستريبتوكوكس اجالاكتيا اللي هناخدها بعد كده اللي هي ممكن بتعمل نيونيتال سيبسس اند نيونيتال مينينجا. الستريبتوكوكس اجالاكتيا عباره عن بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي برضو فبنفرق بين الستريبتوكوكس اجالاكتيا اللي هي البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي والستريبتوكوكس بايوجينس باي باسيتراسين تيست. لو لقينا ان الاورجانيزم سنستيف لو باسيتراسين زي ما انتم شايفين ادي الباسيتراسين ده عباره عن بيتحط في الديسك زي ما انتم شايفين في الصوره وبنشوف السنستيفيتي. الباسيتراسين سنستيف يعني ايه؟ يعني الباسيتراسين عمل انهيبيشن the growth of the organism around this disc. الديسك دوت بيحصل ديفيوجن من الديسك للانتيبيوتيك اللي هو الباسيتراسين. الاورجانيزم ده سنستيف للباسيتراسين مش هيطلع. فزي ما انتم شايفين في الصوره ان الستريبتوكوكس بايوجينس عامل الجروث بتاعه عامل هنا بيتا هيموليسيس فين؟ ما عدا الاريا اللي حوالين الديسك. There is no hemolysis. يبقى معناها ان this organism is sensitive to باسيتراسين. الحاجه الهامه اللي بعد كده التو دياجنوز الستريبتوكوكس بايوجينس انفكشن باي ديتكشن اوف جروب اي انتيجين. الستريبتوكوكس بايوجينس لو تفتكروا برضو قلنا ان الستريبتوكوكاي كلاسيفايد اكوردنج سيل وول كاربوهيدرات انتيجين انتو جروبس وجروبس دي بتاخد الفابيت ليترز وقلنا ان الستريبتوكوكس بايوجينس ات از جروب اي ستريبتوكوكاي. طب هعرف ازاي انها جروب ايه ستريبتوكوكاي ان انا هحط انتي بودي اجينست ذيس جروب اي ان فلو حصل اجلوتينيشن معناها ات از ا جروب اي فيها جروب اي انتيجين معناها ات از ستريبتوكوكس بايوجينس. التريتمنت اوف ستريبتوكوكس بايوجينس انفكشن الدراج اوف تشويس البنسلين جي اور اموكساسيلين ولو في العيان عنده ألرجي للبنسلين بندي الإريثروميسين أور أزيثروميسين. هنشوف الإنفكشن اللي بعد كده للأبر ريسبيراتوري تراكت اللي هي هيموفيلس إنفلونزا إنفكشن. هيمو يعني إيه؟
باللاتيني يعني blood، وفيلس يعني فيلس يعني the blood loving organism. ليه هي بيسموها بقى هيموفيلس؟ because it is require blood for عايزة culture media containing blood for growth، عشان كده سموها هيموفيلس organism. الهيموفيلس انفلونزا الجنرال او distinguishing feature of هيموفيلس انفلونزا عبارة عن short جرام نيجاتيف باسيلاي زي ما انتم شايفين في الصورة، او بيسموها كوكو باسيلاي، يبقى شورت جرام نيجاتيف باسيلاي. حاجة مهمة جدا في الهيموفيلس جروب الهيموفيلس ان الهيموفيلس دي it is a fastidious bacterial enriched media containing at least one or two of blood factors for growth. يعني في بعض السبيشيز من الهيموفيلس بتبقى عايزة هيمين فاكتور، هيمين اللي هو الاكس، بعض السبيشيز بتبقى عايزة الفي فاكتور، وفي بيبقوا عايزين الاس اند في فاكتور، التو فاكتورز مع بعض. الهيموفيلس انفلونزا عباره عن 3 سبيشيز، سوري الهيموفيلس جروب عباره عن 3 سبيشيز اللي هم او 3 جينرا اللي هي الهيموفيلس انفلونزا، في الهيموفيلس دوكرياي، وفي الهيموفيلس ايجيبتيوس. اللي يهمنا طبعا اللي احنا هنشرحها اللي هي هيموفيلس انفلونزا. هيموفيلس انفلونزا الكاركتر بتاعتها عباره عن زي ما قلنا جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي. الهيموفيلس انفلونزا ريكواير التو فاكتورز جروس فاكتور ريكوايرد اكس اند في فاكتور فور جروس. الاكس والفي فاكتور دول موجودين فين؟ موجودين في البلط، في الشوكليت بلاد اجار اللي انتوا خدتوها طبعا في الاف اتش بي. الشوكليت بلاد اجار بنحط البلاد على النيوترنت اجار، والبلاد دوت بيحصل له هيموليسيس فبيطلع الاكس اند في فاكتور، وده امبورتنت جروث فاكتور فور ذيس اورجانيزم. الهيموفيلس انفلونزا ات از ا نورمال فلورا في الابر ريسبيراتوري تراكت، يبقى دي اصلا نورمال فلورا. الهيموفيلس انفلونزا زي ما هنعرف دلوقتي ان ذا موست امبورتنت فيرلنت فاكتور اوف هيموفيلس انفلونزا از ذا برودكشن اوف ذا كبسول. لقوا ان النون كابسوليتد سترينز موجودة في النيزوفارنكس أو الثروتس of 50-80% of healthy population عبارة عن normal flora، ومن 50-80% من النورمال population هم كارير للهيموفيلس انفلونزا اللي هي non-capsulated strains. بينما الكابسوليتد سترينز موجودة فين؟ في 2-4% بس من البوبوليشن. الهيموفيلس انفلونزا infection transmitted طبعا by respiratory droplets. The virulence factor of hemophilus influenza زي ما قلنا the most important virulence factor for hemophilus influenza is a polysaccharide capsule. وزي ما قلنا ال polysaccharide capsule ليه حاجتين مهمين جدا، ان هو antiphagocytic facilitated adherence of the organism to respiratory mucosa. الهيموفيلس انفلونزا according divided into strains 6 antigenic types according the capsular type. ال 6 antigenic types خدوا حروف A B C D وهكذا لغاية لقوا most virulent serotype of hemophilus influenza is the type B. يبقى بالنسبة للبوليساكاريد كابسول virulent factor اللي هو الجي اي جي اي بروتيز. دائما هنلاقي ان معظم الاورجانيزم اللي بيعمل ميوكس ممبرين انفكشن بيفرز الاي جي اي بروتيز، لان الديفنس ميكانيزم في هذا الميوكس ممبرين اللي هو الاي جي اي، فبيفرز الاي جي اي بروتيز تو ديستروي ذا اميون جلوبولين اي. بعد كده من ضمن الفيرولنس فاكتور اللي هو الاندوتوكسين. الاندوتوكسين لان دوت جرام نيجاتيف زي ما قلنا باسيلاي او كوكو باسيلاي، يبقى الجرام نيجاتيف باسيلاي او اي جرام نيجاتيف اورجانيزم قلنا فيها الاوتر ممبرين بتاعها فيها الليبيد اي او اللايبوبوليساكرايد او الاندوتوكسين. الهيموفيلس انفلونزا حاجه هامه جدا انها ما بتفرزش اكسوتوكسين، يبقى هي عندها الاندوتوكسين في الاوتر ممبرين اوف ايتس سيل وول بس.
لكن اهم فيرولنت فاكتور ليها اللي هو الكبسول. الديزيز اللي بتعملها الهيموفيلس انفلونزا عندنا تو تايبس اوف انفكشن، يا اما نون انفيزيف انفكشن يا اما انفيزيف انفكشن. طبعا بديهي النون انفيزيف انفكشن كوزد باي نون كابسوليتد سترينز، والنون انفيزيف انفكشن غالبا بتبقى as a complication of secondary infection after respiratory viral infection. يبقى حصل respiratory tract viral infection وحصل super infection أو secondary infection بالهيموفيلس انفلونزا. ليه؟ لأن resistance بتاع ال upper respiratory tract نتيجة ال viral infection قلت، فدت فرصة للكومنسلز اللي موجودة في ال respiratory tract إنها تعمل non-invasive infection اللي هي caused by Haemophilus influenza. عندنا sinusitis وtitis media epiglottitis، ودي أكتر في young children، وcan cause airway obstruction bronchitis and bronchopneumonia. طيب بالنسبة للinvasive infection بقى، طبعا بتحدث commonly by the capsulated strain serotype B زي ما قلنا، لان الكبسوليت سترين دي فيريلنت سترينز، موست فيريلنت سترينز، فدي اللي بتعمل انفيزيف انفكشن. الانفيزيف انفكشن معناها ان الاورجانيزم انفيد البلاد، بيوصل البلاد ويعمل بكتيريميا، وممكن من البلاد كمان ويعمل مينينجايت. طيب المينينجايت دي بتعمل فين اساسا؟ بتتعمل في بتحصل فين؟ في اليونج تشيلدرن اللي هم من 5 سنين، من 5 اشهر لخمس سنين. ليه في الفترة دي بيحصل المينينجايتس في الأطفال؟ لأن في الفترة دي بتبدأ الماترنال إميونوجلوبولين جي اللي هو الطفل خدها من الأم بدأت تقل، وفي نفس الوقت لسه الإميون سيستم بتاع الطفل ما قدرش يكون الأنتي بوديز الكافية إن هي تو أتاك ذيس أورجانيزم. يبقى الموست كومن كوز أوف مينينجايتس في الأطفال اللي هم من 5 أشهر لخمس سنين هي الهيموفيلس انفلونزا. تالت انفيزيف انفكشن كوزد باي هيموفيلس انفلونزا اللي هي سيبتيك ارثرايت، ممكن لو تفتكروا خدناها برضو في الجوينت انفكشن من ضمن الاورجانيزم اللي بيعمل سيبتيك ارثرايتس اللي هي الكابسولار سيروتايب بي هيموفيلس انفلونزا. اللاراتوري دياجنوز اوف هيموفيلس انفلونزا زي ما قلنا الأورجانيزم ده هناخده according to site of infection، يعني لو مثلا بيعمل نيومونيا هناخد عينة سبيوتم، لو بيعمل فارينجايتس هناخد عينة throat swab، نعمل كالتشر زي ما قلنا، نعمل الرامتين الاسبيسمنت، وبنعمل كالتشر على الشوكولات بلاد أجار، ده مهم جدا لأنه قلنا للشوكولات بلاد أجار supply ال X وال V factor which is important growth factor for this organism. الأورجانيزم identified بالإيه؟ أول حاجة لأن هو كبسوليت، يبقى هنعمل كبسول swelling test. نحن بنحط السبيسمن عندي وبحط عليها antibodies against the capsule. لو حصل swelling في الكبسول يعني enlarged in size نتيجة الأنجين antibody reaction، يبقى ده معناها إن دي hemophilus influenza. ممكن الأورجانيزم كان بي ديتكتد برضو باي إميونو فلوريسنت تكنيك. لو الحالة منينجايتس دكتور، ايوه دكتور معلش هو الصوت قطع. ماشيين معايا يا جماعه؟ دكتور معلش برضه الصوت بيقطع برضه. هو رجع دلوقتي. ماشي كده يا جماعه؟ تمام. ممكن برضو نعمل detection of the capsular antigen تمام في حالات المينينجايتس باي لاتكس اجلوتينيشن. يبقى الكابسولار انتيجين
يبقى الكابسولار انتيجين بعمل له ديتكشن يا اما بالاميونوفلوريسنت تكنيك احط فلوريسين ليبلد انتي بوديز اجينست الانتي، يا اما بالكبسول سويلينج تيست ان انا احط انتي بوديز اجينست الكابسولار انتيجين، يا اما باي لاتكس اجلوتينيشن رياكشن. The treatment of Haemophilus influenza infection by second generation cephalosporin. The prevention of Haemophilus influenza infection by vaccine. The vaccine ده عبارة عن إيه؟ بنسميه Haemophilus influenza type B conjugate vaccine. عبارة عن vaccine يحتوي على الكابسولار antigen of Haemophilus influenza وكونجيجيت يعني متحد مع الدفتيريا توكسيد بيعمل بروتكشن اجينست الهيموفيلس انفلونزا اند دفتيريا ان ذا سيم. يتاخد الاطفال بتوين الايدج اللي هو 2 و 15 مانث. هنشوف بعد كده الانفكشن اللي معانا دلوقتي اللي هي الموراكسيلا كاتاراليس انفكشن. يبقى خلصنا ستريبتوكوكس فيجينس انفكشن، خلصنا الهيموفيلس انفلونزا، بعد كده الموراكسيلا كاتاراليس. هما كلمتين بسيط جدا عن الموراكسيلا، دي عباره عن جرام نيجاتيف كوكاي بتبقى اوكسيديز بوزيتيف، ات از انورمال فلورا في الابر ريسبيراتوري تراكت. يبقى لو عملت انفكشن يبقى دي بيسموها ايه؟ اوبورتونيستيك انفكشن، لان هي اصلا نورمال فلورا. طيب بتعمل ايه بقى في الاميونو كومبرومايزد بيشنت؟ كان بروديوس ساينوسايتس وتايتس ميديا برونكايتس. التريتمنت بتاعها اموكسيسيلين وكلافيولانيك اسيد كان يوز فور تريت اوف ذيس انفكشنز. الموراكسيلا كاتاراليس دي يا جماعه كانت زمان متخيلين ان او فاكرينها ان هي نيسيريا، لان النيسيريا لما هناخد النيسيريا اتيز اجرام نيجاتيف لكن لما جه عملوا اناليسز للنيوكليك اسيد بتاع الموراكسيلا لقوه ان هي اورجانيزم مختلف تمام عن النيسيريا اورجانيزم. ده الدفتيريا. الدفتيريا دي عباره عن ايه؟ الدفتيريا اللي بيسموها كنا. صوت بس بيقطع. واضح كده دلوقتي؟ يعني هو بيقطع شويه برضه. بس هي ده المشكله من النت، انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. أنا طبعا ده التسجيل موجود عندكم وانا هنزل لكم حضرات متسجله اوريدي كمان. تمام. اتفقنا يا جماعه؟ تمام يا دكتور ان شاء الله. واضح الصوت؟ هو لما بيقطع بيظهر عندي برجع تاني ابدا من الاول تاني يعني. واضح الصوت دلوقتي؟ واه واضح كده. بالنسبه للدفتيريا اتس كوزد باي اورجانيزم بيسموه كورايني بكتيريوم دفتيريا. ايه تعريف بقى الكورايني بكتيريوم دفتيريا؟ عباره عن جرام زي قلنا لازم اعرف الجينرال كاركتر بتاعتها، جرام بوزيتيف جرام بوزيتيف ايروبيك يبقى بانمو under aerobic condition non spore forming باسيلاي يبقى باسيلاي ما بتعملش سبورز ما فيهاش سبورز وبتنمو under aerobic condition. في حاجه هامه جدا انها تشاينيز ليتر ابييرنس، دي اهم حاجه في هي شكلها بيبقى الباسيلاي مقاطع بعضها شبه التشاينيز ودي كاركترستيك للكورايني بكتيريوم ديفتيريا. الدفتيريا السورس اوف انفكشن كيس اور كارير، الترانسميشن بتتنقل عن طريق الريسبيراتوري دروبليت للابر ريسبيراتوري تراكت او عن طريق ليس كومن او رير باي كونتاكت بتعمل كوتينيوس دفتيريا. يبقى الدفتيريا عندنا نوعين، يا اما ريسبيراتوري دفتيريا بتعمل انفكشن اوف ذا ابر ريسبيراتوري اللي هي نيزل او فرنجيال او تونسيلر دفتيريا، او كوتينيوس دفتيريا اللي بتعمل انفكشن اوف ذا سكين. والكوتينيوس دفتيريا زي ما قلنا it is a rare disease. الفيرولنس فاكتور بتاع الكورايني بكتيريوم دفتيريا هام جدا. الكورايني بكتيريوم دفتيريا producing the exotoxin هام جدا. يبقى الاورجانيزم زي ما قلنا بيعمل infection في الابر respiratory tract بيبقى بيحصل له multiplication and localized في الابر respiratory tract and start to secrete the exotoxin.
الاكسوتوكسين ده هو اللي بيمشي فين؟ يوصل للبلد ويعمل الايه الميكانيزم بتاعه. الدفتيريا اكسوتوكسين بيعمل ايه؟ بيعمل انهيبيشن اوف ذا بروتين سينس، بيمنع تكوين البروتين جوه الخلايا الهيومن سيل باي ان اكتيفيت، بيعمل ان اكتيفيشن لانزيم اسمه بيبتايد تشين الونجيشن فاكتور 2. الانزيم ده من اسمه بيعمل ايه؟ يعني بيعمل بيوصل الامينو اسيدز مع بعضها عشان تكون في النهايه البروتين. لما الاورجانيزم التوكسين دوت بيعمل انهيبيشن للبيبتايد تشين الونجيشن فاكتور، معناها ان انهيبيشن اوف بروتين سينثيسيس في الخلايا في النهايه بيؤدي الى سيل. التوكسين ده ليه سبيشال افينيتي تو سيرتن اورجانز افكت مين الهارت سيلز والنيرف سيلز النيرف تيشو. الكلينيكال فايندنج اوف ديفتيريا قلنا اهم حاجه ان هي بتعمل انفكشن لايه؟ للابر ريسبيراتوري تراكت، ده الموست كومن انفكشن اللي هي التونسيلر ديفتيريا. عباره عن ايه التونسيلر ديفتيريا؟ مانيفستد بايه؟ بيبقى فيه عباره عن تيك جراي ادهرنت سودو ممبرين. يعني ايه سودو ممبرين؟ يعني ممبرين كاذب، هو ما فيش ممبرين ولا حاجه، لا ده هو متخيلين ان هو ممبرين موجود over the tonsils and the throat نتيجة الايه pus cells and multiplication of the organism. يبقى عبارة عن gray adherent pseudo membrane على tonsils and the throat، بيبقى عنده fever، يبقى في sore throat وفي cervical adenopathy. الcomplication of diphtheria خطيرة جدا، ان هي ممكن الممبرين ده اكستند تو ذا لارينكس اند تراكيا وبتعمل اير واي اوبستراكشن. العيان ده بيموت بسفوكيشن، عشان كده بيسموه اسمه مرض الحناء. بيعمل ماكاردايتس واريزمي اند سيركولاتري كولاب، لان قلنا ان هو افكت ليه سبيشال افينتي للهارت والنيرف، فممكن يعمل كرينيال اند بريفرال نيرف نيورايتس، وبيعمل باراليسيس اوف سوفت بالات والاي ماسلز اور اكستريمتس. يبقى زي ما قلنا الموست كومن مانيفيستاشن اوف ديفتيريا از تونسيلر ديفتيريا، وقلنا الكوز اوف ديث ممكن يكون اير واي اوبستراكشن، يا اما نتيجه المايوكاردايتس، يا اما نتيجه كرينيال او بريفرال نيرف نيورايتس. اللابوراتوري دايجنوزس اوف ديفتيريا السبيسمن طبعا هناخد ثروت او نيزل سواب، هنلاقي جرام بوزيتيف بس زي ما انتم شايفين تشاينيز ليتر ابييرنس. حاجه مهمه جدا لما اعمل ايزوليشن اوف ذا اورجانيزم، الميديا الهامه جدا او سيلكتيف ميديا للكوريني بكتيريوم ديفتيريا اسمها تيلويرايد بلاد. ايه تيلويرايد بلاد اجار؟ ده بلاد اجار وحاطين عليه ماده اسمها البوتاسيوم تيلويرايد. البوتاسيوم تلورايد دوت بيخليه سيلكتيف الاو ذا جروس اونلي اوف كوريني بكتيريوم اورجانيزم. وفي حاجه مهمه جدا كمان في البلاد تلورايد ده، ات از ان انديكيتور ميديوم، بيساعدني ان انا اشوف الاورجانيزم ده ليه بيطلع. بيبقى لون الكولونيز لونها جراي بلاك، ديت يعتبر انديكيتور بيعرفني ان دي كوريني بكتيريوم ديفتيريا، بتدي جراي بلاك كولونيز على التلورايد بلاد اجار. الحاجه المهمه جدا في دايجنوست اوف ديفتيريا از ديمونستريشن اوف ذا توكسين برودكشن، لان الاورجانيزم لو هو ما بيفرزش التوكسين يبقى معناها ات از ا نوت فيرولنت اورجانيزم ديزيز. يبقى اهم حاجه لازم اتاكد ان هذا الاورجانيزم بيفرز. طيب اعرف ازاي ان الكوريني بكتيريا دي بتفرز توكسين؟ هذا التست اللي انا بسميه الك بيرسيبيتيشن تيست، اللي هي الصوره اللي عندكم ديت. ايه الالك بيرسيبيتيشن تيست دي؟ انا بجيب البليت اللي عندي اللي هو زي الورايد بلاد اجار، تمام، واحط سترينز نون توكسوجينيك كوريني بكتيريوم ديفتيريا سترين، هو لونه ايه؟ اللي هو لونه الاحمر، الخط الاحمر ده الجروس بتاع التوكسوجينيك بلس. وبحط السبيسمنت اللي عندي اللي انا عايزه اشوف بتفرز توكسين ولا لا، تمام كده؟ وبحط في الميديوم اللي عندي في البليت بحط ايه؟ انتي توكسين. وهل الاورجانيزم اللي هو
اكسجينيك ستين ده اللي انا حطاه ككنترول بيفحص هيقوم فارز التوكسين فين؟ في البليت. التوكسين دوت بيتحد مع الانتي توكسين اللي انا حطاه اصلا في البليت وهيعمل لاين اوف برسيبيتيشن. يبقى اللاين ده الخطوط اللي انتم شايفين it is a line of perception او antigen antibody reaction between the toxin and the antitoxin. الorganism دوت ما بيفرزش توكسين زي اللي هو non toxogenic strain اللي هو الخط الاصفر الجروس. الorganism ده حصل له جروس على الميديا في الحاله دي مفيش توكسين لكن ما فيش اصلا ما فيش عشان هيحصل اصلا ايه اوف برسيبيتيشن طالع من هذا من الخطه اللاين اوف برسيبيتيشن اورجانيزم ده بروديوسنج توك اسمه ايدس فور ديتكشن وبعد ديكشن لهذا التوكسين بلايزا تكنيك اللي هو لايم لينكد اميون ايلايز انزايم صار بس انتيجين انا التوك ده انتيجين فاحط عليه انزايم ليبل ده انتي تو ديتكت انزايم ليبل ده ممكن نعمل انزايم جين تشوف الاورجانيزم ده هل بيحمل جين برودكشن اوف ذا توكسين كان بي ديتكت باي ذا بي سي ار. يبقى ديتكشن اوف ذا توكسين برودكشن كوريني بكتيريا بتعمله بالالكترون بالبتيشن بالإلاز السي تو ديتكت توكسين ان ذا اوبس التريتمنت اوف ها اللي ده من الاورجان توكسين ادي انتي توكسين هعمل كمان ادي انتي كيزا اور والاريثروسين اور البريفتين اللي هي الدفتين او فورمالدهايد موديفايد توكسين بنبص على عدد فورمالدهايد بيحمل بنحول التوكسين الى توكسايد. ايه التوكسايد دوت؟ It is a toxin. It's low toxicity او pathogenicity but retain antigen. يعني ايه retain antigen؟ To stimulate immune response او antibody production without producing او بيسموه اختصاره دي سي اي دي اللي هو عباره عن دي اللي هو دفتريا توكسايد في التيتانوس احنا هنشرحه في السي ان اس ان شاء الله والبي اللي هو بيرتاسس فاكسين اللي هو تو بروتكت اجينست اللي هو بوردوتيلا بيرتاسس انفكشن او لوبين كوف اللي هنشرحها ان شاء الله بعد كده. يبقى الفاكسين ده بيمنع او بروتكت اجينست الدفتيريا اجينست الووبين كوف. الايزيشن بندي الفاكسين ده عند 2 و4 و6 مانث وبياخد بوست دوز عند سنه وعند 6 سنين وبعدين بندي له بوست دوز بعد كده لما الشخص بيكبر كل 10 سنين مكون الدفتيريا والتيتانوس توكسويد فقط. ليه؟ لان البوردوتيلا بيرتاسس لما هنشرحها بعد كده دي بتصيب التشيلدرن فقط. عشان كده انا بعد كده بدي بوستال دوز مكون من الدي تي فاكسين فقط افري 10 years. يبقى دي انفكشن اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت.